أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا سلم علينا أحد العمال ولا ندري هل هو مسلم أم لا، فهل نقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أو ماذا نجيبه؟ نعم، إن سلم عليك هذا ظهر مسلم، ولا تقول لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. إذا سلم عليك رد عليه، إلا إذا علمت أنه ما هو مسلم فرد عليه، تقول عليكم. نعم.